أنا أحياناً يستشيروني بعض الأزواج في قضية الانفصال والطلاق، فأنا أقول لهم إن إحنا نفرق بين نوعين من الطلاق، في طلاق انفعالي وهذا الطلاق غير مدروس، يعني بلحظة غضب يصير موقف فيه توتر، يكون فيه ملفات قديمة مثلاً متجمعة، وبعدين يصير موقف خلاف بين الطرفين فيصير الانفجار ويصير الطلاق. هذا الطلاق السريع، الطلاق الانفعالي، الطلاق الغير مدروس. طيب في النوع الثاني من الطلاق اللي هو الطلاق المدروس، شو نسميه احنا؟ نسميه الطلاق العقلاني، الطلاق المنطقي. إذن عندنا نوعين، في الطلاق الانفعالي وفي الطلاق المنطقي. ما معنى المنطقي؟ المنطقي يعني معناته قبل لا أطلق أدرس الحالة، أشوف الإيجابيات، أشوف السلبيات، أوازن، أقارن، أستخير، أستشير، أدرس الملف دراسة متأنية، بعدها أشوف إذا الطلاق لمصلحتي أو لا. فإذا عندنا نوعين من الطلاق، إذا قررت أنك تنفصل فأنا أنصحك بالثاني وليس الأول.